طيب بما اننا بقى دخلنا في فتره التوقف الدولي خلاص بنهايه طبعا ماتشات امبارح، يعني مش عارف حضراتكم متوقعين ايه، شايفين الصوره فيما يتعلق بالدوريات الاوروبيه المختلفه عموما عامله ازاي؟ ما تيجي انا وانت نحاول نجتهد ونشوف الدنيا هتاخدنا لفين. ما تيجي ناخد فكره كده بالتوقعات. بص اقول لك على حاجه، يعني لعبه التوقعات صعبه شويه، لكن في بعض الامور او بعض كده النقط او يعني المشاهد بتكون الى حد ما واضحه شويه. لو اتكلمت مثلا على الدوري الفرنسي، لا اتكلم باريس سان جيرمان يعني قايم بدور عظيم جدا وبجد على الملعب هو يمكن المتميز لحد دلوقتي، لكن احنا التوقعات برضو ما زالت لسه ما نقدرش ان احنا نقولها بشكل صريح يا كريم، بس خلينا نحاول. يعني ايه رايك؟ تعالي نمشي واحده نحاول ونراهن، وبرده لو في حد فينا كسب نشوف التاني هيجيب له ايه. مفيش مشكله، انا بحب الرهان جدا. احلى عزوبه غدا. تعالي نبتدي بالدوري الانجليزي. طبعا الدنيا ولعه بالمعنى الحرفي بالدوري الانجليزي، ومبدئيا كده لازم كلنا اكيد مره ثانيه نوقف عند اللي بيعمله محمد صلاح وكل انجازاته في البريمير ليج. عظمه على عظمه بالمعنى الحرفي للكلمه. احنا بنتكلم على 7 جولات حقق فيهم او احرز فيهم 6 اهداف، حاجه مشرفه جدا لمصر وللعالم العربي. الحقيقه عمرنا ما كنا نحلم في يوم من الايام انه يكون عندنا لاعب مصري بالمواصفات دي مكسر الدنيا حرفيا في اقوى دوريات العالم، ومرشح بمنتهى القوه او مرشح فوق العاده للفوز ب يعني جائزه اللاعب الذهبي زي ما بيقولوا، يعني فكره ان هو احسن لاعب في العالم. ما اعرفش دي مخلياني اوتوماتيك كده، يعني اروح اوتوماتيك لليفربول واتوقع واتمنى ان هو يكون هو الفايز بالدوري الانجليزي. هنشوف. بص هو امبارح فعلا محمد صلاح قدام مان سيتي يعني كان رائع زي ما احنا بدينا الحلقه واتكلمنا. هو طبعا الاسيست اللي عمله لماني حاجه محترمه جدا، والهدف الثاني اللي برضو الصحف المختلفه العالميه مش بس الانجليزيه وصفته بالهدف الاسطوري. فاحنا بنتكلم يعني كان في اداء محترم الناس امبارح والجماهير اللي كانت موجوده لو تشوفوا حضراتكم، واكيد كلنا شفنا الماتش يعني، بس قد ايه كان في فرحه بمحمد صلاح امبارح، فحاجه كانت محترمه. وكمان كان سمين جدا او يعني حاجه مش مألوفه، لكن للاسف الشديد زي ما حضراتكم برضو تابعتوا الماتش يعني كان في عدم سرعه من الفريق شويه، وده ادى الى النتيجه اللي هي في الاخر تكون التعادل. فده بالنسبه لماتش امبارح. لكن لو هتتكلم عن بقيه بقى الفرق، يعني انا مع الناس اللي بتقول ان مانشستر يونايتد مش في افضل حالاته بصراحه، رغم ان انت بتتكلم عن انضمام كريستيانو رونالدو، رغم الامال الكتيره جدا اللي الناس عندها يعني جراء هذا الانضمام، لكن برضو ما زال مانشستر يونايتد مش في افضل يعني حالاته. والبعض برضو بيرجع ده كريم للمدير الفني، يقول لك لا هو غير كفء ان هو يدير يعني منتخب عفوا فرقه زي دي او نادي زي ده. فهيبان عموما الايام بيننا وهنشوف الدنيا هتاخدنا لفين. تعالوا بقى نروح لاسبانيا. طبعا الدنيا مش ضابطه قوي مع الريال والبارسا، يعني كلها غيوم كده بصراحه، يعني مع انشيلوتي ومع كومان. و برضو ارجع اقول انا شايف ان الدوري مش هيخرج بره مدريد، يعني يا اما ريال مدريد يا اما اتلتيكو مدريد. ادينا حاجه. بص اقول لك على حاجه، يعني ممكن اتلتيكو مدريد مع ديجو سيميوني شويه هيستغل تراجع يعني البارسا والريال، وممكن يعني يكسب الدوري للمره الثانيه على التوالي. ده راي ناس كتيره جدا، فهنشوف برضو زي ما كنا بنقول. كمان من الدوريات اللي مولعه جدا الدوري الايطالي، ومتوقع فعلا ان المنافسه في الدوري ده يعني هتستمر لغايه لحظات النهايه بين 4 فرق ما لهمش خامس، انتر ميلان، يوفنتوس، اي سي ميلان، ونابولي. وبيخيل لي ان انتر ميلان ممكن لاسباب كتيره ممكن يكون هو الاقرب للفوز بالدوري، وبرده ادينا هنستنى ونشوف. صحيح، انا بتفق معاك في الشق الخاص بي يعني الدوري الايطالي، لكن خلينا نروح لالمانيا بقى برده. توقعاتك بس يعني تايل البايرن، يعني انت مش هتخرج بره برده هذا التوقع اللي الناس كلها بتتكلم عنه. اكيد البايرن هو البطل حتى لو خسر، نتكلم تاني بعد ماتش فرانكفورت اللي شفناه، ولو رحنا لفرنسا باريس سان جيرمان زي ما انا كنت بقول برده رغم خسارته من رين، لكن برده الاثنين دول ليهم ثقل كبير جدا طبعا. ومن المتوقع ان هم برضو يكونوا الابطال. فهنشوف. على كل حال زي برضو ما قلت في البدايه، موسم صعب توقعه، لان انت كل شويه كل مباراه ليها سكور مختلف، ليها نتائج مختلفه طبعا. ماتش ممكن مانشستر يونايتد مثلا يلعبوا وحش جدا، بعد كده تلاقي الماتش اللي بعديه لا تالق. فده حال الكوره حاليا او الدوري تحديدا الانجليزي لو هنتكلم. فخلينا نشوف الايام اللي جايه هيحصل فيها. بس المشاهده ممتعه والماتشات جدا 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 على فكره. وعدم التوقع بشكل سليم ده اللي يخليك اصلا مستمتع اكتر طبعا. يعني مفيش رؤيه واضحه محسومه من بدري وخلاص تحصيل حاصل. بالظبط كده. صحيح. طيب.